أهلا وسهلا بكم متابعي قناة رحلة العقل، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لا يختلف اثنان على أن البقاء للأقوى في عالم الحيوان، وهو ما يجعل بعض الحيوانات جد شجاعة في مواقف صعبة. تابعونا للتعرف على حيوانات لا تعرف الخوف. أصدقائي الأعزاء، إن كانت هذه أول زيارة لكم في قناة رحلة العقل، اشتركوا الآن وفعلوا جرس التنبيهات، هناك فيديوهات حتما ستعجبكم. المشهد الأول. رغم العدد الكبير من الذئاب، إلا أن هذا الدب استطاع الحصول على نصيبه من الفريسة. المشهد الثاني. رغم خطورة الثعبان، إلا أن هذا السنجاب لم يتردد في مواجهته. لنشاهد. المشهد الثالث. لن تتصور مدى شجاعة القط الذي أفزع الكلب الضخم. المشهد الرابع. شجاعة القط أمام التمساح أمر لا يصدق. المشهد الخامس. ربما لا يدرك هذا الكلب القوة الحقيقية للأسود. المشهد السادس. كما يبدو فإن السنجاب الصغير أربك الكوبرا. شاهدوا. المشهد السابع. هذا الدب الأسود فر هاربا من تحرك القط. المشهد الثامن. اصطياد نمر لتمساح كما يبدو يتطلب شجاعة من نوع خاص. المشهد التاسع. زئير الأسد كان كافيا لإجبار التمساح على التراجع. المشهد العاشر. ما يقوم به هذا الكلب يشبه اصطياد حشرة. لا يبدو أن هذا القط مكترث لوجود ثعبان يهاجمه. مجموعة الكلاب هذه أفزعت الثعبان رغم حجمه الكبير. أصدقائي الأعزاء، إن أعجبكم فيديو اليوم لا تبخلوا علينا بالضغط على زر إعجاب، اشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. نلقاكم في الحلقة القادمة. مع السلامة.